حصاد الجنوب، أهلا بكم. نفذت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن حملة أمنية منذ مساء أمس الجمعة لتعقب مجاميع إرهابية خارجة عن النظام والقانون. مصدر أمني في شرطة عدن أكد أن المهمة الأمنية أنجزت بشكل كامل، وتمشيط بعض الأحياء السكنية التي تختبئ فيها بعض العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون. ووثق سكان محليون بحي الطويلة انتهاكات العناصر المسلحة وهي تقصف مساكن المدنيين بقذائف الهاون لمحاولة ترهيب السكان الذين تم استخدامهم كدروع بشرية. أكد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ألا تهاون مع مقتضيات حفظ الأمن والاستقرار في عدن. لملس أشار في تصريحات إعلامية اليوم السبت إلى أن هناك مجاميع إرهابية جرى التعامل معها بالقانون في مدينة كريتر، داعيا جموع المواطنين إلى مساندة جهود الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار. عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفظ بمحافظة أبين اليوم السبت اجتماعها العام الموسع للفصل الثالث من العام 2021. المجتمعون أكدوا تأييدهم المطلق لما جاء في خطاب الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددين على ضرورة ترجمته على أرض الواقع ورفع درجة الجاهزية القتالية للدفاع عن الجنوب. اعتقلت ميليشيا الإخوان اليوم السبت القاضي عبد الله علي حبطور وعددا من أفراد أسرته في مديرية الروضة بمحافظة شبوة. مصادر محلية أفادت بأن اعتقال حبطور وأقاربه جاء عقب احتجاجات على تسرب النفط في منطقتهم إلى بطون الأودية والأراضي الزراعية واختلاطها بالمياه الجارية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.